اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي بيعلن قائمه الفريق لمباراه إيسترن كامباني في الدوري. اعلن الجهاز الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق استعدادا لمباراه إيسترن كامباني مقرر ليها مساء غدا على استاد الاهلي والسلام، والمؤجله من الاسبوع ال14 في بطوله الدوري الممتاز. ضمت قائمه النادي الاهلي اللاعبين محمود متولي، رامي ربيعه، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، احمد عبد القادر، احمد نبيل كوكا، وحمزه علاء، واحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد اشرف، زياد طارق، مصطفى مخلوف. دي القائمه اللي بكره هتكون متواجد فيها إيسترن كامباني في هذه المباراه المهمه جدا.